طيب الأهلي بيستعد لمباراة يوم الثلاثاء أمام الجونة، مباراة مهمة جدا زي ما اتكلمنا، لكن عايزين نطمن بشكل أكبر بكتير عن فرقتنا ونشوف آخر استعدادات إيه والتطورات بخصوص النادي الأهلي قبل هذه المباراة. فبالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي من استاد مختار التتش عشان نطمن من خلاله على كل الأخبار والتفاصيل. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما قلت موجودين الان على الهواء مباشره، وهالتمرينه او التمرينه الاولى للنادي الاهلي عقب المباراه الاخيره طبعا استعدادا لمباراه الجونه اللي هتكون يوم الثلاثاء. يا رب باذن الله يكون توفيق معانا باذن الله ونفوز على فريق الجونه باذن الله. مباراه باذن الله يوم الثلاثاء في الجونه، الاهلي بكره باذن الله يسافر في طياره الساعه 7:30. يا رب باذن الله باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي يوم الثلاثاء باذن الله. بإذن الله يا شريف. طمنا بقى على استعدادات الفريق وأهمية إن الأهلي أو الفرقة تاخد راحة امبارح في ظل ضغط المباريات والإجهاد الذهني والبدني اللي بيتعرض ليه النادي الأهلي في المرحلة الحالية، والاستعداد هيكون شكله إزاي على مدار سواء مران النهاردة أو مران بكرة بالتحديد من خلال متابعتك وقربك الشديد من فريق النادي الأهلي. زميل امير، يمكن الاهلي الاول عمل النهارده يعني مسحه بي سي ار، مسحه طبيه لمباراتين، مباراه الجونه ومباراه اسوان. يمكن التمرين من خلفي شغال الان مستر بيتسو موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، عملوا اجتماع مصغر مع اللاعبين في ارض الملعب وطلب اللاعبين بالفوز في المباراتين، طلب اللاعبين بالفوز في مباراه الجونه. النادي الاهلي بيلعب للنفس الاخير، وكابتن سيد عبد الحفيظ حظ اللاعبين من التهاون في هذه المباراه او مباراه اسوان كمان، المباراتين محمل الجد ولازم نفوز في المباراتين وننتظر ايه اللي ممكن يصفر عنه القدر في اخر المشوار. هنلعب لحد اخر ثانيه. يمكن الاهلي بيستعد بكل جديه لمباراه الجونه. خلفي في التمرين يمكن محمد شريف بيشارك في المران من اوله، شريف طبعا بيعلن جاهزيته. يمكن شريف من مباراه المصري كان ممكن يشارك، ولكن الجهاز الطبي حب يعني يطمئن اكثر على شريف ليه ياخد مدة أطول في التمرينات عشان خاطر يكون مستعد لمباراة الجونة. فبالتالي شريف بيشارك بكل صفة طبعا أو بكل أريحية في التمرين اللي يعني شغال الآن. وليد سليمان أيضا في التمرين بيأدي كل تمرينة بكل بقوة ما شاء الله، يا ربنا يبعد عنهم الإصابات. زي ما قلت زميل أمير، توالي المباريات وضغط المباريات وكل 48 ساعة مباراة، ما شفناش الكلام ده في العالم غير في مصر في آخر موسمين. ربنا يكون في عون اللاعبين وإصابات اللاعبين. حمدي فتحي اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية في مباراة المصري، عشان كده تم تبديله النهاردة، ما بيشاركش في المران. هو بيعمل عمليات استشفاء داخل الجهاز الطبي في النادي الأهلي. يمكن حمدي فتحي خلاص بيبتعد عن مباراة الجونة النهاردة. الجهاز الفني أيضا فضل إراحة أيمن أشرف وحسين الشحات، هم طبعا جاهزين لمباراة الجونة لكن فضل إراحتهم من مران اليوم واكتفاء ببعض التمرينات داخل الجيم حرصا على سلامتهم وعدم الحمل على اللاعبين أكتر من كده. هو في لعبة كتيرة جدا مجهدة، الراجل بيحاول يعني يشوف المجهد اكتر ويخلي يخفف عليه الحمل البدني بلغه الكوره. الاحمال يعني اللي بتحصل في مصر مش موجوده في اي مكان في العالم. فالجهاز الطبي والجهاز الفني والاداري بيحاول على قد ما بيقدر يطبطب على اللاعبين عشان خاطر يعدي الموسم على خير. الموسم شاق، الموسم استثنائي ما بين بطولات افريقيا وبطوله الدوري ولسه وبطوله الكاس. فربنا يعديه على خير باذن الله ونعدي الموسم على خير ونخرج بسلامه لجميع لاعبي النادي الاهلي. يبقى حمدي فتحي بيبتعد عن مباراه الجونه، ايمن اشرف وحسين الشحات بيعلنوا جاهزيتهم لمباراه الجونه وطبق الرؤيه الفنيه المستر بيتسو موسيماني، محمد شريف وليد سليمان ايضا بيعلنوا جاهزيتهم لمباراه الجونه وطبق الرؤيه الفنيه المستر بيتسو موسيماني. فيما عدا ذلك الحمد لله مفيش اي اصابات يا شريف. الكل بيشارك بصفه طبيعيه جدا، يا رب باذن الله بس يبعد عنهم الاصابات وتعدي على خير باذن الله ونخلص الموسم الشاق ده على خير باذن الله. هل من الممكن ان احنا على مدار المباريتين المتبقيتين من بطوله الدوري نلاقي واحد زي محمد محمود زي كريم نيدفيد بيشاركوا في المباريات دي، ولا الموضوع لسه صعب شويه محتاجين وقت اكتر عشان يقدروا يشاركوا في المباريات؟ الامور بتشوفها ازاي من خلال المران يا شريف؟ يعني
يمكن محمود متولي هو اللي ممكن يكون ليه فرص الاكبر في المشاركه، كان اعلن جاهزيته وبدا يشارك في جزء من المباريات، جاله يمكن زي شد صغير في العضله الضمه، خف منه، عمل عمليه في اللثه، الناس كلها قالت عنده شد، هو كان بيعمل عمليه في اللثه في طبعا الاسنان، هو ده اللي بعدته شويه، ولكن بيشارك في المران بكل قوه، ممكن نلاقيه في المباراتين. محمد محمود وكريم مش بعيد، ممكن نلاقيهم مثلا في مباراه اسوان بياخدوا جزء من المباراه، ممكن في مباراه الجونه، مش بعيد خالص، لا في حسابات طبعا مستر بيتسو موسيماني، ولكن الأقرب من الرؤية ممكن يكون محمود متولي. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله للنادي الأهلي. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي كان معانا على الهواء مباشرة من داخل استاد مختار التتش، طمنا بشكل كبير جدا على كل ما يتعلق بالنادي الأهلي وآخر استعداداته لمباراة الجونة. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل، استنونا.